بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. تجربتنا اليوم دلتا أوبن دلتا لوس تيست on a three phase transformer. هذا الفيديو لتوضيح الحسابات الخاصة بهذه التجربة. في هذه التجربة عندي فقرة results تحتوي على سؤالين. السؤال الأول يقول from the recorded readings plot the iron and copper loss against I secondary. مو انه against I secondary، اذن ال I secondary هو ال X axis وال iron losses power iron و power copper losses على ال Y axis. ال I secondary موجود في ورقة النتائج، ال power iron كذلك من ورقة النتائج. ال power iron يساوي واط متر واحد زائد واط متر اثنين مع الاخذ بنظر الاعتبار الإشارة السالبة. إذا أكو إشارة سالبة تطرح الواط مترات. الباور كبر لوسس هو نفس الباور سكندري أو نفس الواط متر سكندري، كذلك موجود في النتائج. هذا هو السؤال الأول، ما بحسابات، فقط رسوم مباشرة. السؤال الثاني يقول predict the efficiency characteristics، يعني شنو؟ تنبأ بخصائص الكفاءة. At unity power factor and 0.8 power factor then plot the efficiency against percentage load. أولاً predict the efficiency characteristics، يعني تنبأ بالخصائص الكفاءة. خصائص الكفاءة، مثل ما نعرف الكفاءة أو الافشنسي تساوي power أو output power على input power، الكل في 100%. الاوتبوت باور القانون مالته معروف، يا اما جذر 3 في لاين اي لاين كوساين فاي، او نقول 3 في فيز اي فيز كوساين فاي. هذا القانون اللي هو الخاص باللاين ما يفيدني. ليش؟ لان انا التيار اللي مار بالسكندري هو اي فيز. انا خليت اوبن دلتا وربطت فارياك وولت متر وامتر وواط متر، يعني التيار اللي مار بالدلتا هو اي فيز وليس الاي لاين. لهذا انا هذا ما راح استفاد منه، لان في اي لاين انا احتاج انمن الى اي فيز. الاي فيز هو نفس الاي سكندري، تيار سكندري. الكوساين فاي حددها بالسؤال، مره يريدها يونيتي باور فاكتور ومره يريدها 0.8 باور فاكتور. الثلاثه معروفه. الفي فيز انا انطيت في انبوت 380 فولت، فانطان الفي اوتبوت 132 فولت. المحولة اللي استخدمتها هي محولة خافضة، طيت 380 فولت وطيتني 132 فولت. انا رابط دلتا البرايمر دلتا والسكندري دلتا، اذا فولتية اللاين تساوي فولتية الفيز. اوكي، هذا واضح. اذا فولتية الفيز 132 راح ناخذها بكل القراءات، يعني في فيز راح تكون ثابتة لكل القراءات، بينما الاي فيز راح يتغير من 10 الى ما يوصل للصفر، وكذلك مرة عند البوينت 8 ومرة عند الواحد. طلاب ليش انا استخدمت الفي فيز ثابتة 132؟ لان انا القراءات اذا تلاحظون هي الفولتية مات السكندري تقريبا 7 فولت 8 فولت، مو منطقية. لهذا لازم اخذ فولتية الاوتبوت اذا اريد تكون النتائج مالتي قريبة للواقعية. بما انه هو يقول لي بريدكت يعني تنبأ، يعني مو كل القيم موجودة عندي، فلازم افرض بعض القيم. فهذا الفي فيز ناخذ 132 فولت، اذا الباور اوتبوت كمل. الباور انبوت طلاب، باور اوت او الانبوت باور هو الاوتبوت باور زائد اللوسس باور.
اللوزس باور اللي هو نفسه ايرون زائد كبر، هذا هو الانبوت باور، هذا موجود طلعناه باستخدام هذا القانون، هذا ما له علاقة به، باستخدام هذا القانون قيمها الايرون لوسز اللي هو واط متر واحد زائد واط متر اثنين، والكبر لوسز اللي هو ناخذه من النتائج الباور سكندري او الواط متر سكندري. طلاب هذا هو الافشنسي، وضح شلون طلعنا الافشنسي. Then plot تكملة السؤال، then plot the efficiency against percentage load. Percentage load البيرسنتج لود طلاب هو نفس تيار سكندري، القيم من 10 إلى 0 على تيار سكندري ولكن اتريتد، يعني الريتد مالتي سكندري اللي هو اقصى قيمه للتيار، اعلى قيمه واقصى قيمه وصلناها للتيار هي 10 امبير، واضح في 100%. هذا هو البيرسنتج لود، تيار السكندري اللي عندي من 10 الى 0 تقسيم تيار السكندري عند الريتد، الريتد مالتي اللي هي اعلى قيمه اخذتها على تيار هو 10 امبير، اذا قيم التيارات مالتي على السكندري كلها اقسمها على 10 امبير وارسم علاقه بين الافشنسي وبين البيرسنتج لود. هذا هو السؤال الثاني، اول مره نستخرج الافشنسي، طلع الاوتبوت باور، طلع الانبوت باور، يطلع عند الافشنسي، بعدين اطلع البيرسنتج لود، بيرسنتج لود استخرج البيرسنتج لود وارسم علاقه بين الافشنسي والبيرسنتج لود. دائما البيرسنتج لود هو الاكس اكسس والافشنسي هو الواي اكسس. هذا كل ما يخص حسابات هذه التجربه.